كما عودناكم كل نهار خميس نحكيو على أميديست والسيرفيس اللي تقدمهم أميديست بالنسبة للناس اللي يحبوا يحسنوا المستوى متاحهم في اللغة الإنجليزية. قعدوا معنا، مرحبا بالجميع. Good morning. Bonjour. Good morning. Ça va. الحمد لله. الحمد لله. Good morning. Good morning. ما خاطرش تعمل تيست دو لونغ دونك لازمني نبدا من توا. Good morning sir. I'm here. Good morning. أنت زاد هاي. اليوم باش نحكيو بعد شوية على الانجلي بور لي زادولت. Voilà, nous devons comme العاده donc بال نحكيوا على سيرفيس تاع ميديست. Exactement. Bé, donc Amédiste, هي c'est pas une école de langue qui m'écoule برشا بيت, هي c'est un centre culturel américain في الساحل. Donc نعملوا برشا دي سيرفيس, منهم دي سيرفيس gratuits, منهم دي سيرفيس payants. Donc les services principaux متاعنا هما les tests internationaux, English language, اللي هي les formations en langue anglaise. عندنا سيرفيس تاع advising, on conseille les gens اللي يحبوا يكملوا قرايتهم في les États-Unis ولا يشاركوا في programme d'échange في les États-Unis زادا. وعندنا un espace culturel اسمه الامريكان كورنر اللي هنا نشجع على الاخر العباد اللي يحبوا يعملوا براتيك كيفكم انتوما وكيف برشا عباد وحتى العباد اللي يقراوا عندنا وراهو لاكسي للاسباس هذايا اتو مومون من نهار الثلاثاء لنهار السبت وغراتوي و سي اوفير او بوبليك وفيه برشا دي اكتيفيتي مزيانين وفيه دي ريسورس تحفنا على الاخر كيما كتب دي اورديناتور اكسيتيرا بيان سور باش تدخلوا للاسباس هذايا تنجموا ما تعملوش فورماسيون معانا مي انا نشجعكم باش تجيو تعملوا فورماسيون خاطر لا فورماسيون مع ميديست سورتو دون لي ادولت ولا لي جون سي اون فورماسيون دو هوت كاليتي دونك هذايا مش احنا نقولوا فيه بركه لي كليون نتاعنا دونك ديما فرحانين وديما فما اون فالور اجوتي هذاك دايور لوبجيكتيف نتاعنا لي بروف اللي قريو لي ادولت واللي جون دونك سي دي بروف سوا امريكان سوا بريتانيك سوا تونيزيان افيك ان باك جراوند على شيل انترناسيونال معناتها يلزمهم اوبليغاتوارمون تكون عندهم اون سيرتيفيكاسيون بور انسيني لانجلي على شيل انترناسيونال English as a second language. What? حكينا الجمعة اللي فاتت على الصغيرات واللي جون. اليوم باش نحكيو على الزادولت. الناس اللي تحب تحسن مستواها في اللغة الإنجليزية. ينجم يكون مستواهم باهي يحب يحسنوا. ينجم يكون إنسان يحب يتعلم اللغة كاريمون. Exactement. Donc l'anglais, في l'anglais pour les adultes, عنا anglais général. عنا anglais business, business English, general English. وعنا ESP, English for specific purposes. هذا anglais spécialisé. كما حكينا عامليول English for media English medical English English for law تخدمة معينة خدمة معينة exactement دونك اليوم باش نعملو un petit focus على الانجلي جينيرال علاش الانجلي جينيرال على خاطر simplement ما تويحت كيش يقرأ عنا أول مرة كيما انتوما ان شاء الله بجيو تقرأوا عنا أول مرة انا personnellement وحتى مي كوليغ كلهم on vous recommande de commencer par l'anglais général علاش خاطر احنا في الكلاس نتاعنا انتوما تقولوا لي نحبوا يسر الكوميونيكاسيون اكسيتيرا صحيح اما لازمك زاده تعرف تكتب دونك فوالا في الكلاس نتاعنا الكل ابار لو نيفو 5 اللي هو 100% كوميونيكاسيون عندنا 50% معناتها written لانجاج écrit 50% oral كيفاش نجمو نجيو احنا مثلا توا كوم دي ادولت باش نجيو نحسنوا المستوى نتاعنا ونعملوا الفورماسيون باهي دونك اول حاجه ديجا اول حاجه نقربوا من الميكرو دونك لي ادولت شكون هما اللي معناها باكي بلس اللي كملوا ديجا ليسي واللي يخدموا تلقاهم دي ستوديون كيفاش يصير احنا اول حاجه نقريو بالنيفوات دونك اول حاجه تصير لازم يعديو ان تيست دو نيفو لي كليون يكونتاكتيونا سوا بالتليفون ولا يجيو وحدنا غاديك للافيس نتاعنا نفيكسيو لهم رانديفو باش يعملو ان تيست دو نيفو تيست دو نيفو هذايا سي ان تيست اورال فوالا كي سي ام يقعد ساعه تيست على 3 سكيلز اللي هما ليسنينغ ريدينغ ولانجويج يوز سينو هذاك يقعد ساعه نعرفو النيفو نتاعهم باش نجمو نقولو لهم احنا شيفت وقتاش القرايه خاطرك شي ديجا عندنا بليزيور نيفو عنا ان نمبر دو سال من نجمش يكون مع النيفو الكل وعنا بروفيت زاد كيف كيف من نجمش كل نيفو عنده بروفو دونك لي نيفو كيفاش يقراو يا دو فوا بار سيمين يا ثلاث فوا بار سيمين والشيفت نتاعهم يا لابري ميدي من 9:30 ل 5:30 يا من 6 ل 9 اللي هو كور دو سواري تسمى اي جينيرالمون مثلا دونك نقول دي ادولت فما برشا عباد اللي يبداو عندهم دي زوكوباسيون خدمه ولا دي زونجاجمون دونك ما نجموش يقراو العشيه ولا وي واللي هما يحبوا على كور دو سوار كور دو سوار الاكثريه اغلبيتهم يحبوا على كور دو سوار واللي يخدم في الليل اللي يخدم في الليل ايوه قولوا حل فوالا عملوا كور نتاع فرش على السويت عملوا كور نتاع فجر فجر نشوفوا لي كور اون لين زاد علاش لا تنشوفوا نجموش نعملوها دونك ديجا سيسيون هذه اللي عندنا تعبت على الاخر كلهم بريسك لي شيفت ماشيين في لي كور دو سوار من 6 ل 9 نتاع الليل سو كي في بور لا بروشين سيسيون يورا فورسيمون كيلكو شيفت من لا كور دو سوار ولا سينون باش نعملوا لي شيفت نتاع لي ابري ميدي sinon donc كيما قلت لك عاديو لو تيست دو نيفو اون فوا نعرفو تيست النيفو نتاعهم شنو هو نقول لهم الشيفت نتاعهم اتيس اكسبسيونيل دي فوا نشوفو نحاولو نمشيو على حسب البريفيرونس نتاع لي كليون نتاعنا
شنو الاخر دونك لو justement بعد ما يعملوا تيست دو نيفو تحدوا انتما في انا كلاس مش تحط ولا في انا مجموع نيفو انا نيفو نيفو نمشوا بنيفوات دونك باغ اكزومبل يقولوا احنا جاب لو نيفو 4 اللي هو معناه اغلبيه التوانسه يجيبوا معناه سان نيفو مويان يجيبوا نيفو 4 في التيست دو نيفو نيفو هذا باغ اكزومبل يتقرا دو فوا بار سيمين اللي هما نورمالمون مردي جودي دو 18h à 21h et sinon le niveau شنو فيه 42h معاهم لوكتوب 390 دينار ايتالي على شهرين اون فا دير شهر ونص كي تحسب معناها ريالمون وقتاش يبداو وقتاش يكملوا شاك ديبي دو موا عندنا ديماراج دو سيسيون لو سول سوسي اللي عندنا اللي بعد ساعات لعبيت يجيو مؤخر احنا ديما بريفير اللي لعبيت يجيو يقيدوا قبل اونتر 2 و 3 سمان قبل ديماراج دو سيسيون باش هكاك اون بو فورمي لي جروب نفيريفيو معناها لي شيفت نتاعهم نجمو نكلاسيو البروفيت ونحاولوا باش تكون سيسيون تبدا منظمه خاطر ديجا احنا اون بو ديما اون بو ديماري اون كلاس كو وقت اللي يبدا عندنا 10 بيرسون انسكريت الكليون هو بيدو اي كونتريبيو دونك يزمو كيشوف لي دات دو ديماراج دو سيسيون كي نقول دات دو ديماراج دو سيسيون راهو الدات اللي باش تبدا تقرا فيها à partir de laquelle je dois t'attraper faire moi j'ai besoin de t'attraper فيها معناها كيما نقراو في ليتاتيك معناها مش مثلا هما لو 15 سبتمبر يرجعوا يقراو يجيو يحبوا يقراو في 15 اكتوبر معناها في وقت معين يعني صح فوالا قبل ديجا قبل une semaine les étudiants الكل يمشوا باش يقيدوا باش ينجموا يبداو يديماريو لو 15 سبتمبر و bien sûr احنا لي دات هذوما فيكسي على الافانس للعام كامل للي ادولت وللي جون موجودين في دي فلايرز عندنا ديسپونبل في البيرو والا عندنا دي بانيير كومبوست tous les mois باش نذكروا العباد شنو لي دات سي شانجي وقتاش ان شاء الله le 5 mars donc maintenant on est venu ils font le test de niveau وبعد يشوفوا انتم واش تحطوهم في النيفو انصاف قلت على الحل ان شاء الله للناس اللي ما ينجموش يقراو العشيه ولا ما ينجموش يخلطوا على لي كور دو سوار شنو الحل الحل هو لي ويكاند كلاسز لي كلاس دوران لو ويكاند دونك سامدي ديمانش هذا حل للناس اللي اون جينيرال يخرجوا بعد 6 خاطر اخر كلاس عندنا ماهمش ديسپونبل في النهار ما ينجموش يعملوا شيفت البكري برشا برشا عبيد معناتها تري انتريسي بالشيف نتاع الويكاند ولا اللي يحبوا يقراو الصباح احنا مالوغوزمون اون نارييف با ا افوار 10 بيرسون او ميم نيفو لو ماتان لو ماتان كلاسيتنا فيرين اون في دو تيستينغ اون في دوتر سيرفيس وديما لادمينستراسيون تخدم مي ما نقريوش الصباح سامبلومون على خاطر العباد ماهمش ديسپونيبل في الشركات ساعات تقريو الصباح مثلا خاطر سا سادابت اما للبوبليك اون ا با دو شيفت ماتينال مالوغوزمون اون ايمري بيان اون افوار سامبلومون على خاطر لا ماجوريتي نتاع العباد يقراو يا يخدموا يا اكسيتيرا دونك العباد اللي ديسپونيبل في الصباح والعباد اللي ماهمش ديسپونيبل في الليل ولا ماهمش ديسپونيبل اوكور دو لا جورني جو بونس اللي هما ينجموا يكونوا ديسپونيبل في الويكاند ودايوغ انا معناتها شريحه من الكليونات وقالوا اللي هما انتريسي على الاخر بالويكاند دونك هذايا سا سرا ابارتيغ دو موا دو مارس ان شاء الله ان شاء الله سيسيون جاي معناها والناس اللي باش يجيو يقيدوا وين ينجموا يمشيو بالضبط وين ينجموا جو بحذينا اكزاكتومون جو بحذينا وين جو بحذينا دونك فوالا في سوسا دونك اميديس موجوده في سهلول في شارع ياسر عرفات ونمرو التليفون تاع البيرو تاعنا دونك 71 145 770 وفي المناستير موجوده في شارع المجاهد الاكبر اللي سميه طريق القروان دونك في ال 8 ايتاج في عماره الغمراسي ونمرونا 73 460 770 فوالا يعطيك الصحة مدام هاجر ميرسي بوكو تحية ليك لاله مرحبا بك مدام نصاف نتقابلوا ان شاء الله نهار الخميس الجاي كالعادة مع ان اوتر سيرفيس من لي سيرفيس اللي قدموه في اميديست